أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، نطبق العبارة اليوم، الكلام اللي ذكرناه في الدرس الماضي نطبق. قال: ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد النافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد، فنقول إن هكذا، إن بالتمهيد، إن للأشياء أربعة وجودات: وجودان حقيقيان، ووجودان اعتباريان جعليان. وقلنا الفرق: الوجود الحقيقي هو الذي لا علاقة له، لا يتأثر لا بالاعتبار ولا بالفرق. الوجود الاعتباري هو الذي يكون يدور مدار الاعتبار والجعل، هكذا اعتبار ويحصل هذا، مثل اللفظ يحصل أن تتفق بعض يعني بعض الأمم على أن تكون هذه الكلمة لهذا المعنى، خلص هذا اعتبار جعل. تأتي أمة أخرى تجعل لهذا المعنى كلمة أخرى، هذا اعتبار جعل. تصبح هذه الكلمة إذا نطق الإنسان بها كأنه أحضر ذلك المعنى، فيحضر المعنى الإنسان العربي بلفظ عربي موضوع لذلك المعنى، ويأتي الإنسان اللي يتحدث بلغة أخرى بالإنجليزية يتحدث بلفظ آخر يعبر عن المعنى ولكن بلغتي، وهكذا بقية يعني اللغات الأخرى. قال: الأول الوجود الخارجي كوجودك ووجود الأشياء. هسه هذه الوجود الخارجي مصطلح إن شاء الله نقرأ بالفلسفة كثيرا. الوجود الخارجي يعني هذا الوجود الذي تترتب عليه الآثار، الخارجي هذا وجوده خارجي، له لون خارجي، يشغل مساحة خارجية، تترتب عليه آثار خارجية، له ثقل وزن هكذا، يشغل مكان، هذا يتسمى هذه بالآثار الخارجية. النار في الخارج لها أثر إحراق وما شاكل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وجود خارج. قال هذا بصورة مبسطة: كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها. هذا ما في كلام، هذا الوجود. الوجود الآخر الذي أيضا يصنف على القسم الأول وهو الوجود الحقيقي هو الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية. الآن تنظر إلى هذا الكتاب تلتقط له صورة، هذه الصورة هي اللي هي علمنا بهذا الكتاب، هي ماذا؟ وجود ذهني لهذا الكتاب الخارجي. وهذا الوجود الذهني لا يتأثر بالاعتبار. إذا أراد إنسان مثلا أن يعتبر ما حصل في ذهنه ليس كتابا، شيء آخر، لا تتغير حقيقة الصورة الموجودة في الذهن هكذا. وهذا هو المائز الحقيقي بين كون الشيء، كون وجود الشيء وجود حقيقي، وبين كون الشيء وجوده اعتباري. قال: وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن. تقدر تعرف الذهن؟ القوة التي تنطبع فيها صور الأشياء. عفوا، واحد يقول مثلا ما هو تعريف الذهن؟ والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. هسه قلنا كلام أنه الوجود الذهني هو نفس العلم، ليس بالدقة. تعبير المصنف لا يخلو من كلام أن الوجود الذهني هل هو نفس العلم أو لا. الوجود الذهني لا، تعبير عن تلك الحالة المسمات بالعلم، الوجود الذهني تعبير عن تلك الحالة. هسه كلام في الفلسفة لا يقبلون ذلك. الشيخ المظفر هنا اعتبر الوجود الذهني ونفس العلم هكذا. قال: وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ لأنهما، هذا السبب جواب. لماذا هذان الوجود؟ لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر هكذا. بذاتهما وجود هذا في الخارج له وجود منحاز مستقل لا يتأثر. اعتبرته منديلا فهو منديل، اعتبرته
حصانا فهو منديل. صورة هذا المنديل في ذهني تبقى صورة منديل، اعتبرتها صورة منديل فهي منديل، اعتبرتها صورة شيء آخر فتبقى ماذا؟ تبقى على واقعها، على واقعيتها. قال لأنهما ليس بوضع واضع، هذا هو السبب في اعتبار هذين الوجودين حقيقيان، ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. الثالث الوجود المعتبر. كيف شيخ ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، والإنسان هو الذي تعارف على أن يسمي هذا السائل ماء عربيا وواتر؟ لا لا لا، مو بالألفاظ احنا الآن، نفس الماء نفس الماء نفس الماء، بعدين يجينا لفظ الماء غير، هذا يجينا بالوجود الثالث. نفس الماء، لرأيته في الخارج هذا الماء، إذا علمت به وهو في الخارج هذا صورة الماء. أما لفظ الماء يأتي بالوجود الثالث، تهك طبعا يدور مدار الاعتبار، وإلا يجي الإنجليزي يقول ووتر احنا نقول ماء، يجي واحد مثلا بلغة ثانية يتحدث بلغة أخرى ويعبر عن نفس المعنى بمفردة خاصة بلغته. قال بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، طبعا الإنسان لما كان اجتماعي بالطبع ومضطر للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محاب حاجة إلى نقل أفكاره إلى ذلك الغير اللي يتعامل معه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. اللي يقول لك منديل يجيب لك المنديل، اللي يجيب لك مثلا حصان يجيب لك الحصان، اللي يجيب لك سيارة يجيب لك السيارة. لكن هذه طريقة بدائية تفي بتفهيم بعض القضايا، ولكن ليس بالضرورة أن تكون نافعة مع جميع الأشياء. ذلك أن بعض المعاني إذا أراد الإنسان أن يحضرها لن يستطيع إحضارها. لو أراد أن يقول لك جبل كيف يأتي لك بالجبل، سماء يأتي لك بالسماء، وهكذا، يعني أشياء خارج قدرة الإنسان. قال هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. الإنسان اللي يجيبون له هذه الأشياء يدرك، ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، لابد يجيب الأشياء، لابد يحضرها، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني بعضها، لأنها أساسا ليست قابلة للجلب، بل هي من المعاني المجردة مثل الحب مثل الكره. شو فهمك؟ معاني ليس لها مادة ولا مقدار كما يقول المضفر. إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية كالحب كالكر، أو لأنها لا يمكن إحضارها كالجبل. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ، فأخذ يعبر عن هذا الكتاب بكلمة كتاب، عن هذا الشيء بكلمة منديل، عن هذا الشيء بكلمة كذا، عن هذا الشيء بكلمة سجادة، وهكذا. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا، هذا لهذا المعنى وهذا لهذا المعنى، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها، لأنه ليس بالاستطاعة ماذا؟ أن يحضرها بنفسها للسببين المذكورين سابقا. قبل أن ندخل هذه العبارة الأخيرة راح يركز عليها المصنف، هذه عبارة المصنف الأولى أن الإنسان اجتماعي بالطبع ومضطر للتعامل والتفاهم. هل الإنسان اجتماعي فعلا بالطبع؟ وإذا كان اجتماعي بالطبع ما معنى مضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي الأفراد؟ يوجد في هذه القضية نظريتان. نظرية تقول بأن الإنسان اجتماعي بالطبع لا يستطيع الاستغناء عن بقية أفراد النوع، هذه نظرية.
ونظرية أخرى تقول بأن الإنسان لا انفرادي بالطابع، ولكنه مضطر للتعامل مع الآخرين لحاجته إليهم، وإلا لو كانت حاجات الإنسان التي يحتاجها في حياته متوفرة لوجدت الإنسان ينزوي، يبتعد، ينعزل. طبعا كلام المصنف المقطع الأول يتناسب مع النظرية الأولى، المقطع الثاني يتناسب مع النظرية الثانية. كأنه ماذا؟ كأنه في النظرية الثانية يقول بأنه اجتماع الإنسان مع الإنسان أمر اضطراري، لولا حاجة الإنسان للإنسان لابتعد عنه. هكذا نرجع إلى هذا الكلام، قال: ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. طبعا أدلة كل واحدة من هذه النظريتين ممكن ترجع لها في كتاب الإلهيات، في الجزء الثالث من كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني تجد ذكر لهاتين النظريتين. قال: ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. فتأملها جيدا، تأمل هذه العبارة جيدا. ما هو السبب؟ المصنف يريد أن يقول بأنه أساسا من هو الحاضر حقيقة؟ من الذي حضر؟ هل جاء المعنى أم جاء اللفظ؟ هل الإنسان استطاع أن يحضر المعنى بنفسه بذاته، أم جاء بوسيلة أحضرت المعنى تبعا، وهي بالحقيقة هي الحاضرة؟ قال: واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن منه الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن. كيف الآن؟ اللفظ لفظ، المعنى معنى. إذا أحضر الإنسان اللفظ فكيف استطاع أن يحضر المعنى مع أن اللفظ شيء والمعنى شيء آخر؟ قال: بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى. هذا الإنسان لما يستعمل كلمة كتاب مع هذا الكتاب في اليوم الثاني مع هذا الكتاب ومع هذا الكتاب، ماذا يحصل؟ ارتباط في كل استعمال، تقوى هذه العلاقة، علاقة الارتباط بين الكلمة وبين المعنى. هكذا، وهذا الارتباط القوي من وين يأتي؟ من علمنا نحن المستعملين لكلمة الكتاب بأن كلمة الكتاب موضوعة لهذا المعنى، لهذا الموجود. هكذا، بل وزيادة وكثرة استعمالها في ذلك المعنى. لأنه حتى لو علمنا بأن كلمة كتاب موضوعة لمعنى كتاب، الإحضار ما يكون ماذا؟ سريع، يكون بطيء. لكن إذا حصلت كثرة استعمال في تلك الحالة يصبح ماذا؟ الارتباط قويان بين العلم بالواضع وكثرة الاستعمال، فيصبح إحضار اللفظ كأنه ماذا؟ إحضار للمعنى. لذلك قال: وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالواضع وكثرة الاستعمال. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى. شو بعض الأحيان واحد يقول بعض الكلمات ولكن الكلمة بصورة غير صحيحة، إنسان ينتقل للمعنى ما يلاحظ، يرفع ينصب ويروح وين؟ للمعنى، من شدة الارتباط. قد يرفع المنصوب وقد ينصب المرفوع وقد يتم المعنى، وارتباط بين اللفظ والمعنى، خصوصيات اللفظ أنه هنا لابد أن يكون مرفوعا، هنا لابد أن يكون، هذه ما يلتفت لها. لشدة الارتباط بين كلمة كتاب سواء كانت فاعلا مفعولا سواء كانت مضافا إليه. لذلك يقول: يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ
فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع. بسبب شدة الارتباط فلا يكون فرق لديه يعني لدى السامع بين أن يحضر خارج النفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له. فإن السامع في كلا الحالين وين يروح ذهنه؟ وين ينتقل؟ إلى ذلك المعنى، ينتقل ذهنه إلى المعنى. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل، ما ينتبه عن اللفظ وخواصه، رفعه وهو منصوب، نصبه وهو مرفوع، ليه؟ كأنه لم يسمعه، مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماعه. وزبدة المخاض، يعني هذا باعتبار يدي طلع الزبد مالت اللبن، يقول زبدة المخاض، هذا الكلام الطويل يراد له شنو؟ نتيجة. ما هي النتيجة؟ أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، شيء واحد هذا الارتباط. فإذا وجد المعنى، فإذا وجد المعنى فكأنما وجد عفوا إذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى. فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، اللفظ وجوده وجود المعنى. ولكن نسأل هنا، هل هذا وجود حقيقي كوجود المنديل؟ الجواب كلا، هذا وجود لفظي للمعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى. أي هسه لماذا وجود لفظي؟ أي أن الموجود حقيقتان، من هو؟ اللفظ فقط، هو اللفظ لا غير. وينسب وجوده، يعني وينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازان، بسبب الارتباط، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الواضع وكثرة الاستعمال والشاهد، أذكر شاهد، والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد، انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ. واحد يقول خاف واحد يحتاج شاهد، نقول له الشاهد. أنت تشوف أحياناً واحد إذا اسم شخص تحبه يطرب الإنسان لسماعه، حتى لو كان اسمه يزيد مثلاً، وإنسان تكره تشمئز نفسك من ذكر اسمه، حتى لو كان اسمه أفضل الأسماء. يقول الشاهد على هذا الارتباط انتقال الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ، لذلك تسمع اسم المحبوب حتى لو كان اسم سمج، أحلى الأسماء، واسم العدو أقبح الأسماء، حتى وإن كان في نفسه لفظا مستملحا حسنا وهكذا. لذلك يقول انتقال القبح والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد، انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ، وبالعكس فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشي، وحشي اسم مثلا غريب، ولكنه ماذا؟ اسم لمحبوب، اسم المحبوب ماذا؟ معنى المحبوب يصلح، هكذا ينتقل حسن المحبوب. وإن كان في لفظه لفظ نفسه لفظا وحشيا، لفظ الوحشي بالبلاغة اللفظ الذي تنفر منه الأسماع، اللفظ الذي تركه العرب لا يستعملونه، إذا واحد سمع ما يعرف شنو معنى، يسمونه وحش، هكذا ينفر منه السمع واللسان. واسم العدو بالعكس، هذا القبح، واسم العدو من أسمج الألفاظ، يعني أقبح الألفاظ، قبيح. وإن كان في نفسه لفظا مستملح، حتى لو كان اسمه اسم جميل، لكنه بالنتيجة يكون عند من يعاديه قبيحان، هكذا. وكلما زاد هذا الارتباط، إيش قد ما تكون العداوة شديدة إيش قد ما يزداد القبح، إيش قد ما تكون المحبة شديدة إيش قد ما يزداد الحسن. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر عنها، معبر بها عن المعاني القبيحة. إذا معاني قبيحة
إيش قد ما نستعمل اللفظ معاها إيش قد ما تأخذ من المعنى الطبيعي. شوف بعض الناس مثلا بعض الكلمات مثلا سب، إيش قد ما تستعمل بالسب إيش قد ما يزداد فضح، أو كلمات تعبر مثلا عن بعض الأعضاء في جسم الإنسان إيش قد ما تستعمل أكثر إيش قد ما يزداد قبحها. ولذا القرآن ما عبر بهذه الكلمات وإنما كنا عن ذلك. لذلك يقول نحو التعابير، يعني مثل التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال بين الناس أقبح من قليل اللي يستعمل بقل، لأن كل ما استعمل في هذا المعنى القبيح ارتبط به، إذا كثر استعماله كثر قبحه، قل استعماله قل قبحه، وهكذا. فكثير الاستعمال أقبح من قليله، من قليل الاستعمال، والكناية أقل قبحا، بل أحيانا لا يكون فيها قبح لما يستعمل في شيء بعيد، بل قد لا يكون فيها قبح كما كن القرآن الكريم بالفروج. طبعا حتى هذه الكلمات إذا ارتبط بها الاستعمال كثيران أيضا ستأخذ ماذا؟ ستأخذ نفس الحالة. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا تجده في التعبير الركيك الجافي. هسه واحد يعبر إذا كلامه مرتب يكون كلامه ماذا؟ يضيف لجمال أكثر. أما إذا كلامه غير منظم غير مرتب فيه ركة، هذا شو؟ هذا يكون ضعيف، يكون ركيك، فيكون بعيد عن الجمال. يقول وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة، كلما ازدادت رصانته كلما زادت ماذا؟ زادت عذوبته. الرابع الوجود الكتبي. شرحه يقول إن الألفاظ، هسه واحد ألفاظ موجودة أكلمك وتكلمني، الناس الذين سيأتون من الذي سيقول لهم ما قلناه ما تعلمناه؟ إذا لابد يكون فشيء يبقى لمن يأتي بعدنا. إن الألفاظ وحدها تفي لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، لأنها تختص بالمشافهين اللي يتكلمون بالشفاء، أما الغائبون أو الذين ليسوا بموجودين ولكنهم سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، لا بد. فالتجأ الإنسان أن يضع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، ماذا يصبح؟ يكتب نفس اللفظ. فكان الخط وجودا لللفظ واللفظ وجودا للمعنى، فأصبح عندنا واسطة، وجود الخط وجود لللفظ ووجود اللفظ وجود للمعنى. وقد سبق أن قلنا بأن اللفظ وجود للمعنى، فلذا نقول إن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا، أصبح واسطتين. ما نوع هذا الوجود؟ وجود كتبي، ليس وجودا حقيقي، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، طبعا لللفظ وللمعنى تبعا، وإلا هو ليس للمعنى. أي أن الموجود حقيقتان هو الكتاب لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا. بماذا؟ بسبب الوضع، الناس تعلم أن هذه الكلمة مرتبطة بهذا المعنى فجاء بلفظها كتابة، فإذا جاء بها كتابتان فقد أحضر اللفظ، وإحضار اللفظ هو إحضار للمعنى، كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية ماذا؟ تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح هسه هنا اتضح بأن هذين الوجودين اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى. بأي سبب؟ بسببين،
الوضع أو العلم بالوضع وكثرة الاستعمار. يقول المصنف النتيجة، يقول هذا الكلام اللي ذكرناه مثل شو نحن نقول رئيس يريد يخطب الشعب، حكي طويل عريض، ولكن بالنتيجة المختصر المفيد هو ماذا؟ هو بيان أنه يوجد هناك ارتباط بين المعنى واللفظ، فإحضاره إحضار للمعنى انتهى نقطة على السطر، ويوجد ارتباط بين الكتابة، بين كتابة اللفظ وبين اللفظ والمعنى، فيصبح وجود الكتابة وجود لللفظ ثم للمعنى تبعا. هذا هو المختصر. يقول هذا الحديث الذي ذكرناه هل كان مقصودا بالذات؟ الإنسان إذا تحدث طويلان الناس تقول ماذا يريد هذا الحديث الطويل، ماذا يريد منه؟ الجواب، يقول المصنف لقد سمعت هذا البيان المطول. يقول هذا كلام مطول، لماذا بيان مطول؟ لأنه في الحقيقة هذا البحث ليس بحثا عن الوجود اللفظي، عفوا ليس بحثا عن الوجود الذهني، ولا بحثا عن الوجود الخارجي، بل كلاهما سواء كان الوجود الخارجي أو كان الوجود اللفظي، كان الوجود الخارجي أو كان الوجود الذهني بحثان خارجان عن علم المنطق، وقد ذكرناهما استطرادا، والهدف من هذا البيان الطويل ما هو المطول؟ طبعا ليس مطول، يعني احنا طولنا بالكلام، الهدف ما هو؟ الهدف أن نفهم ما معنى أن يرتبط اللفظ بالمعنى، يعني ما هي حقيقة ارتباط الوجود اللفظي بالمعنى. لأننا سندخل في بحث سيكون الارتباط بين المعنى وبين اللفظ هو المعيار، وهو بحث الدلالة. لذلك هذا البيان المطول غرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق يعني نطقت به فكأنما أحضرت المعنى بنفسه بسبب قوة الارتباط. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. شوف واحد بينه وبين نفسه من يسولف على روحه، يحكي شو يسوي؟ يحضر الكلمات اللي تعبر عن المعنى، وشوفه جاي يسولف ويروح. ليش؟ هو يريد يقول الكلام، يريد يقول المعنى، بس شو يسوي بيقول المعنى؟ يحضر القوالب، لأنه بالنتيجة هو يحتاج يوصل المعاني، ووسيلة إيصال المعاني هي الألفاظ، فيحضر الألفاظ، فكأنه يتحدث إلى نفسه، يقول والله فلان يتحدث إلى نفسه. طبعا يتحدث إلى نفسه لأنه يريد أن يحضر بعض المعاني، وإحضار هذه المعاني مفتقر إلى إحضار ماذا؟ ألفاظها. هكذا لذلك يقول ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لا بد أن تحضر معه لفظه أيضا، بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها بالذهن، من معنى إلى معنى تحضر المعنى وتنتقل، تحضر اللفظ وتنتقل. فإنا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، وكأنما نتحدث إلى نفوسنا، واحد يحكي ويروح، ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ
في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتنا، كما لو كنا نتكلم مع غيرنا، مع أنه بالحقيقة احنا نتكلم مع أنفسنا. قال الحكيم العظيم، هذا الخاجة نصير الدين الطوسي والشيخ الطوسي في شرح الإشارات، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، يعني ألفاظ حاصلة وين؟ بالذهن، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان بما بألفاظ ذهنية. فإذا أخطأ المفكر، الإنسان اللي يريد يحضر المعاني في الألفاظ الذهنية، أو تغيرت عليه أحوالها، يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته. إذا أحضر ألفاظ ثانية يمكن أنه يحضر المعاني؟ لا يمكن ذلك. يقول يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم، لأنه إذا تغيرت الألفاظ تغيرت معها المعاني بشدة الارتباط بينهما. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، باعتبار المنطق ما له علاقة بلغة دون لغة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. وإلا إذا ما كان عنده تنظيم راح يصير عنده ماذا؟ خلل في الانتقال. هذا تمام الكلام في البحث الأول الذي هو بحث كما عبر تمهيدي. لماذا؟ لبحث جديد، هو بحث، وهو بحث الدلالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.